والملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، لا يحصي عددهم إلا الله، لا يعلم أحد عدد الملائكة إلا الله رب العالمين. يعني حتى جبريل رئيس الملائكة لا يعرف كم هم الملائكة بالتحديد، وهم أكثر من قطرات الماء في البحار والأنهار والينابيع، وأكثر من قطرات الماء التي تنزل من السماء عندما تمطر، وأكثر من أوراق الشجر، وأكثر من الجن والإنس أيضا. سبحان الله، الله خلقهم كلهم دفعة واحدة، فهم لا يتوالدون كما يتوالد الجن والبشر. نحن نتوالد كبشر والجن يتوالدون والبهائم يتوالدون، أما الملائكة لا يتوالدون لأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. ولما نقولكم أن الملك أحيانا يتشكل بهيئة رجل، معناه يتشكل من حيث الظاهر بهيئة الرجل بدون مخرج بول وغائط، بس من حيث المظهر الخارجي بيكون مظهر إيش؟ مظهر رجل. أما هن من حيث النوع ليسوا رجالا وليسوا إناثا، بيتشكلوا على هيئة الرجل من حيث الظاهر، وأيضا يتشكلون على هيئة بعض البهائم المحترمة كالجمل مثلا، يعتبر يعني حيوان محترم في الدين منقول عنه. أما مثلا حيوان غير محترم كخنزير مثلا، فالملائكة لا تتشكل بهيئة الخنزير، لا تتشكل بهيئة القرود مثلا، لا، إنما على هيئة بعض الطيور، نعم، على هيئة مثلا الجمل، نعم. فإذا الملائكة هذا من شأنهم، ومن شأنهم أيضا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتعبون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة دينهم الإسلام، وكلهم أولياء الله، كلهم من أي مرتبة؟ أولياء، ما فيهم عصاة، وكلهم على دين الإسلام، ما في ملك من الملائكة على غير دين الإسلام. أفضلهم جبريل، ومن أفضلهم ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل يلي هو ملك الموت، وأيضا حملة العرش عليهم السلام أجمعين. والملائكة يا أحبابنا الكرام هم سكان السماوات. جبريل وين ساكن؟ ساكن بالسماء. ميكائيل أين هو؟ في السماء. الملائكة أين هم؟ أين مسكنهم؟ أين يسكنون؟ في السماء.